تمثيل؟ مين يحب يشوف مسرحية؟ طب مين يحب يلعب معنا لعبة؟ احنا النهاردة في مدرسة جايين عشان نوعي اطفال مرحله الحضانه كي جي 1 كي جي 2. علمناهم النهارده ازاي يحافظوا على نفسهم وعلى جسمهم بس بطريقه مبتكره شويه، او بمعنى اصح خاطبناهم باللغه اللي الاطفال بيحبوها. الاطفال في سن 4 و5 سنين يحبوا جدا جدا الرسم والمزيكا ووسائل الايضاح والقصص والالعاب، فبدانا معاهم بلعبه بسيطه ازاي يحافظوا على اسنانهم من التسوس، كلها عن طريق مكتات ومجسمات أدركوا من خلالها أنه لازم أغسل سناني كل يوم عشان سناني ما تسوسش. وده كان المدخل التشويقي بتاعنا، أنه كمان في أماكن في جسمي المفروض أحافظ عليها بس مش عشان تسوس أو ما تسوسش، لا عشان خاطر دي أماكن خاصة بيا ما ينفعش حد لا يلمسها ولا يشوفها ولا يمسك. الوعي بينور وبيخلينا نوقف، لو حد بيتعرض لإزاء نوقفه، ولو حد يعني مش بيتعرض يبقى فاهم لو حصل موقف ده يتصرف ازاي. ما بقاش انا ابقى بتعرض لحاجه وابقى مخضوض ومش فاهم مش عارف ايه ده، وقف ساكت. عرض زي كده مش بيفتح عينيهم قوي، احنا بنتكلم ببساطه جدا والولاد اخدوا كل الموضوع ببساطه، وفي نفس الوقت عندهم دلوقتي توعيه ووعي ان لازم لو جه اي حد يكلمنا غريب ما نكلمهوش وكل الكلام دوت. فطبعا ده بالنسبه لهم حاجه جميله جدا. يعني الموضوع ده بقى موضوع هام جدا بالنسبه لاولادنا دلوقتي على جميع المستويات من الحضانه حتى المراحل العليا. مش لازم نغمض عيوننا عن الواقع اللي احنا بنعيشه، ما نضحكش على نفسنا، لابد اننا نواجه الواقع كما هو. في مشاكل موجودة في المجتمع حاليا يجب اننا نتصدى ليها.